مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة English Seat لتعلم اللغة الإنجليزية. رأينا في درس سابق الكلمات والضاد، تلك الكلمات باللغة الإنجليزية. ذلك الدرس استفدتم منه كثيرا، وهذا يظهر من خلال تفاعلكم وتعليقكم أيضا. الدرس سوف أتركه لكم في صندوق الوصف. في هذا الدرس أيضا سوف نحاول أن نتعرف على مجموعة أخرى من الكلمات وأضداد هذه الكلمات. من خلال هذه الطريقة سوف تنمون معجمكم اللغوي الخاص باللغة الإنجليزية. إذا ركزوا معي، حاولوا أيضا أن تستبقوا الإجابة، أوقفوا الفيديو إذا أردتم لكي تجيبوا بشكل مريح، بحيث تأخذون وقتكم الكافي في التفكير في ضد الكلمات التي سوف نراها الآن. إذن ورقة وقلم، وهيا معي إلى الدرس. إذن أصدقائي، لدينا كلمة best. best، ما هو ضد كلمة best؟ نعم، إذن best تعني yes، تعني أفضل. إذن ضد كلمة best yes، excellent. أسوأ worst. إذن best أفضل، أسوأ worst. worst جميل. لدينا كلمة black. black. black تعني تعني أسود. إذن ضد أسود بطبيعة الحال yes، أبيض. وأبيض باللغة الإنجليزية white. white. black and white، best or worst. رائع. ننتقل إلى boy. boy باللغة الإنجليزية ولد، صحيح. boy، إذا لدينا boy and yes. girl. boy and girl. boy and girl، صحيح. لدينا كلمة friend. friend باللغة الإنجليزية، الكل يعرف هذه الكلمة. friend هو yes، صديق. لدينا صديق، ولدينا friend and صديق وعدو. friend and enemy. جميل. friend enemy. enemy عدو. friend or enemy. لدينا الآن كلمة break. break. break هي yes، أن تكسر. to break a window مثلا، أن تكسر نافذة. to break a window. or to break the law، أن تخرق القانون أو أن تكسر القانون، بمعنى أن تخرقه. إذن لدينا break. to break something عكسها أن تصلح ذلك الشيء. إذن break أن تكسر، عكسها أن تصلح. to fix yes، fix. لدينا كلمة present. present بمعنى present، صفة. I'm present، أنا حاضر. وقد تكون أيضا اسم. أوكي، الحاضر. إذن إذا اعتبرنا present صفة، عكسها تقول مثلا أنا حاضر. I'm present، أنا غائب. I'm absent. yes، absent. present and absent. جميل. لدينا كلمة heavy. heavy مثلا heavy bag، حقيبة ثقيلة. إذن heavy هي صفة وتعني ثقيل. أوكي، إذن ما معنى خفيف باللغة الإنجليزية؟ yes، خفيف هو light. light. أوكي، إذن light معناه خفيف باللغة الإنجليزية صفة، وهي ضد heavy. وقد تكون light أيضا اسم وتعني الضوء، وتكون حينئذ عكس dark. وقد تحدثنا عن dark الظلمة، وعكسها light النور أو الضوء في الدرس الأول من opposite words، الكلمات وأضدادها. لدينا هنا الآن كلمة after. after تعني بعد. after. after work. see you after tomorrow. ما معنى ضد هذه الكلمة، أو كيف نقول قبل باللغة الإنجليزية؟
إذا لدينا after قبل بعد yes before before لدينا هنا never never I never go to work I never go to work بمعنى أبدا وإطلاقا I never go to work أنا لا أذهب للعمل إطلاقا never عكسها دائما yes إذا دائما باللغة الإنجليزية always great الكلمة التالية write 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 في اللغة الإنجليزية يمكن أن تعني صحيح وأيضا يمكن أن نقصد بها حق okay حينما نقصد بها صحيح يكون عكسها wrong أقول لك مثلا you're right أنت محق أو أنت على حق أو أنت مخطئ you are wrong wrong ولكن أحيانا right تكون عكس left ما معنى left left هو اليسار وعكسها right اليمين right left إذن أحيانا نقصد بها صحيح وأحيانا نقصد بها يمين حينما نقصد بها يمين يكون عكسها left وحينما نقصد بها صحيح يكون عكسها wrong wrong okay إذن هنا صفة وهنا اسم اليمين اليسار صحيح خطأ right wrong great الآن نمر إلى هذه الكلمة وهي love 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 إذن love تعني أن يضحك to laugh I love أن أبكي أو أن يبكي to cry yes cry إذن cry هو أن يبكي to cry don't cry لا تبكي نمر إلى الكلمة التي بعدها sweet sweet تعني حلو sweet sweet وعكسها مر صحيح مر باللغة الإنجليزية sour sour sweet or sour حلو مر الآن لدينا هذه الكلمة وهي destroy destroy to destroy to destroy أن تدمر أن تدمر أن تهدم destroy destroy إذن الهدم ضده البناء to destroy or to build yes to build to build بمعنى أن تبني okay build to build to build destroy build safe صفة وتعني آمن safe I'm safe أنا آمن عكسها خطير خطير باللغة الإنجليزية dangerous dangerous رائع start to start أن تبدأ start عكسها أن تنتهي صحيح to start to finish yes finish start your work ابدأ عملك finish your work start finish to follow أن تتبع to follow عكسها yeah أحدهم يتبع والآخر يقود yes إذن to lead دائما هناك تابع ومتبوع المتبوع هو الذي دائما يقود lead okay to lead أن تقود to follow أن تتبع الكلمة التي بعدها beginning beginning البداية beginning النهاية yes end the beginning the end end هذه الكلمة هي polite polite تعني مؤدب polite إذا كنت غير مؤدب بمعنى خشن سوف تكون باللغة الإنجليزية rude إما أن تكون
polite أو تكون rude. Okay, rude بمعنى لا يحسن التعامل، شخص خشن، صفته rude person. Inside هي بالداخل. Inside. نعم ضدها في الخارج. Yes, outside. إذا رأيتم بأنني أسرع أوقفوا الفيديو وحاولوا أن تجيبوا بعد ذلك، شغلوا الفيديو لتتأكدوا من الإجابة. Admit أن تعترف. Admit. إذن أن تعترف ضدها أن تنكر. Yes. Deny. Admit. Deny. هنا لدينا increase هو ارتفاع. increase انخفاض. yes. decrease. لاحظوا لدينا هنا increase ولدينا هنا decrease. increase decrease. knowledge هي المعرفة. knowledge لا ننطق k. knowledge عكسها الجهل. الجهل باللغة الإنجليزية ignorance هو الجهل. كلمة أخرى top هو القمة. top القاع هو bottom top and bottom. هنا لدينا combine and تجمع. combine and تجمع عكسها yes. combine and تجمع أن تفرق. separate and تفرق. combine separate. modern هي عصري. modern نعم إذا عكس العصري التقليدي باللغة الإنجليزية yeah. traditional modern traditional هو تقليدي. modern عصري. الآن لدينا future المستقبل. future إذن الماضي هو عكس المستقبل. الماضي باللغة الإنجليزية yeah, past. الكلمة ما قبل الأخيرة وهي save بمعنى أن تحفظ وأن توفر. مثلا I save money أنا أوفر المال وأخزن المال. I save money. إذن عكس التوفير هو نعم الإنفاق. إذن الإنفاق باللغة الإنجليزية spend. To save money, to spend money. To spend هو أن تنفق. ولكن إذا كان الإنفاق بطريقة فيها تبذير نقول to waste. Okay? Waste بمعنى أنك تبذر. وآخر كلمة وهي failure وتعني الفشل. failure إذن عكسها هو النجاح. إذن النجاح باللغة الإنجليزية هو success. إذن failure success. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. آمل أنكم قد استفدتم. إذا استفدتم شاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشاهدوا الدرس الأول من سلسلة الكلمة وضدها في اللغة الإنجليزية. سوف أترك لكم الدرس في صندوق الوصف وحينما تشاهدونه سوف تتكون لديكم صورة عامة وسوف تكتسبون كلمات وتعابير جديدة. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد. أراكم بخير.